عايزه بقى اقول لكم على وصفه شوربه الايه البصل. هقول لكم على المقادير دلوقتي حالا. احنا معانا 7 بصلات متقطعين رفيع ومتشوحين باللون الذهبي، اللون الذهبي مش المحروق قوي عشان ما تمررش معانا. معانا معلقه كبيره من زيت عباد الشمس، هو ده اللي حمرنا بيها البصله خلاص. معانا معلقه كبيره زبده بتتحط في الاخر. معانا معلقه كبيره نشا بتتقل القوام شويه، مرقه منزوعه الدسم، ورق لورا، ومعلقه كبيره بصل بودره، ملح وفلفل اسود. ورق اللورا لا غنى عنه، ضروري جدا في الوصفه دي، من التكات الاساسيه. تمام. طيب احنا مشوحين خلاص البصل، مش محتاج ان هو يتشوح تاني، خلاص استخدمنا فيها معلقه الزيت اللي احنا عايزينها. للناس بقى اللي حابين يستغنوا عن معلقه الزبده ممكن يحطوا نص معلقه صغيره، بس هي بتدي في الاخر تكايه برضو في الطعم، وعلى الكميه دي مش هتعمل اي مشكله. طيب هننزل بقى كده، معانا كمان بودره البصل الاساسيه برضو، مع ان احنا حاطين بصل بس بودره البصل بتدي اضافه، والمرقه خلاص. هنسيب ده يقعد يغلي 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 لغايه ما ينزل الطعم، ونحط فيه ورق اللورا اساسي، ونحط فيه حته الزبده الصغيره اهو. دي بقى لازم تقعد تغلي كتير، يعني هنسيبها تقعد تغلي 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 كتير لغايه ما ايه البصل معانا يبتدي ان هو يدوب، خلاص يبتدي بقى يبوش كده جوه الميه. بعد كده هنجيب النشا بشويه من الميه الباردين، عشان النشا ما تدوبش غير في ميه بارده. هندوبها كده، وفي اخر غلوتين هنروح ايه ضيفين، لان النشا لو غلت كتير في الاول معايا في اول مرحله هتفك تاني، يعني لما تغلي كتير ترجع تفك تاني. بس كده خلصت شوربه البصل، ان شاء الله يا رب تعجبكم وتبقى احلى من السوق معانا.